دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد، تحياتي لحضرتك الفندم ومشاهدي حضرتك الكرام. سيادة الرئيس النهارده مدي تكليف واضح جدا في اجتماعه مع دكتور محمد عطاء تاج الدين على التوسع في التطعيمات، والسيادة الرئيس قال سهلوا على الناس، يسروا للناس عشان ياخدوا، يعني يبقى عندنا اكبر عدد من التطعيمات. ايه اللي بيتم ايضا وايه اللي ممكن تاني يتعمل؟ يعني في تسريبات موجوده ولكن ايضا ممكن نعمل تيسيرات اكتر عشان نساعد ملايين المصريين انهم ياخدوا اللقاحات. يعني خليني اقول لحضرتك انه الاستراتيجيه اللي كانت شغاله عليها وزاره الصحه في الفتره السابقه هي التوسع بشكل كبير جدا في اماكن تلقي اللقاحات وفتح مراكز جديده. احنا بدانا ب 300 ثم انتهينا الى اكثر من 2000 بخلاف المراكز اللي كانت اللي موجوده في الجامعات وهي اكثر من 61 مركز. وكان في نوع من انواع التحرك في حملات متنقله او فرق متنقله. النهارده بعد توجيهات السيد الرئيس احنا انتقلنا لمرحله ثانيه من مراحل التوسع في اللقاحات، وهي التحرك لاماكن التجمعات، للاماكن اللي بيبقى فيها عدد كبير من المواطنين، محطات المترو، محطات القطار، المولات، الأماكن تقديم أو المصالح الحكومية اللي عليها إقبال شديد. ولعل حضرتك يعني وصل لحضرتك المحطات اللي موجودة في محطة مترو الثلاث وفي الشهداء وكذلك في محطة المنيب للقطارات وغيرها وفي المولات كمان. فالهدف هو الوصول لأعلى نسبة تطعيم حتى نعود إلى ما كان الوضع عليه قبل كورونا، لأنه التطعيم أو التلقيح هو الوسيلة الصحية الآمنة المعتمدة دوليا لمنع الإصابات الشديدة ولتقليل معدلات الوفيات. طيب دكتور حسام، مع التوسع النهاردة نقدر نقول لحد دلوقتي قد إيه وصلنا له؟ قد إيه سيادة الرئيس النهاردة بتكلم كمان على أنه عندنا أعداد كبيرة من اللقاحات، ما عندناش مشكلة أيضا في اللقاحات موجودة، كما وكيفا؟ يعني احنا الحمد لله بنتكلم في عدد يزيد عن 40 مليون متلقي لقاح ما بين استكمل اللقاح تماما وبين خد الجرعة الأولى. بنتكلم عن رقم يزيد عن 78 مليون جرعة حصلنا عليها، وفي في سلسلة الإمداد أكثر من 14 مليون جرعة هتكون عندنا خلال الفترة حتى نهاية العام اللي احنا فيه اللي هو 2021. فالحمد لله احنا مش بس يعني الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات سيادة الرئيس وصلنا إلى تأمين سلسلة إمداد شبه مستقرة من اللقاح. احنا بقينا قد نكون الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي فيها جميع أنواع اللقاحات التي حصلت على الموافقات الدولية. عندنا سبوتنيك، عندنا الأسترازينيكا، عندنا الفايزر، عندنا الموديرنا، عندنا سينوفارم، عندنا سينوفاك، عندنا جونسون أند جونسون. ده بخلاف أنه إحنا من الدول التي يتم فيها التصنيع من خلال المصنع الموجود في بكسيرة. وكمان أول امبارح أعلننا عن بدء التجارب الكلينيكية على متطوعين للقاح اللي بيتم إنتاجه وتصنيعه بفكر وتكنولوجيا وعقول مصرية، اللي هو الكوفيفاكس، اللي إن شاء الله خلال برضو فترة ليست بالبعيدة هيبقى عندنا منتج مصري بعقول مصرية بتكنولوجيا مصرية بشركات وطنية مصرية. بنتكلم المنتج المصري في خلال قد إيه؟ يعني احنا المرحلة اللي هو ده المصري المصري اللي هو يعني اختراع مصر وعمل مصر وعلماء مصريين تكنولوجيا مصرية تماما 100%. احنا بنتكلم في المرحلة الأولى من التجارب الإنتاجية، متوقع انها تنتهي في خلال شهرين، وقد نحتاج مثلا إلى 6 شهور بعديها للمرحلة الثانية والثالثة، ويبقى إن شاء الله بالنتائج الأولية المبشرة اللي عندنا يبقى عندنا اللقاح المصري زي ما حضرتك بتقول، المصري الفكر والمصري الانتاج والمصري التكنولوجيا، ونستطيع ان نكون من الدول التي مش بس بتصنع واللي بتصدر كمان باذن الله. طيب دكتور حسام، النهارده سياده الوزير دكتور خالد ابو غفار كان عامل اجتماع والتنسيق ما بين وزارتي الصحه والتعليم العالي لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين وايضا استكمال خطه التطعيم. ايه اللي بيتم في هذا السياق والتنسيق بيتم ازاي ايضا بين الوزارتين؟
يعني احنا النهارده بنتكلم عن وزاره الصحه والسكان وهي المسؤول الاساسي عن تقديم الرعايه الصحيه. وزاره التعليم العالي من خلال المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه والمستشفيات الجامعيه بتشارك بسهم كبير جدا في تقديم الخدمه العلاجيه. الاثنين بيمثلوا الدوله المصريه، الاثنين هي منشات مملوكه للدوله المصريه، الاثنين بيعمل فيها سواء اعضاء هيئه التدريس او استشاريين يعملون لدى الدوله المصريه، وبالتالي من المنطقي ان الدوله المصريه تستغل قدراتها سواء البشريه او المكانيه او التجهيزات لرعايه المواطن المصري، وهو ده ما يقوم به الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحه والسكان، انه عمل اجتماع مع الساده وكلاء الوزاره، وبعد كده كان في اجتماع مع الساده المديرين التنفيذيين للمستشفيات من خلال اجتماع المجلس، وان شاء الله قريبا جدا هيبقى في اجتماع مشترك عشان يبقى كل محافظه في مجلس اقليمي للصحه برئاسه السيد المحافظ وفي عضويه كل مقدمي الخدمه الصحيه في المحافظه، تبقى نقدر نستفيد من الامكانيات الكبيره اللي بتقدمها الدوله سواء في وزاره الصحه والسكان او في وزاره التعليم العالي. لا ده حاجه جديده، مجلس اقليمي للصحه في المحافظات؟ ده هو الحقيقه ده قرار قديم جدا لكنه لم يكن مفعلا. يعني يبقى في مجلس اقليمي للصحه برئاسه السيد المحافظ وعضويه وكيل الوزاره والمدير التنفيذي او عميد كليه الطب عشان يبقى الخدمات الصحيه في المحافظه بتقدم بتناسق وتكامل. عندنا هنا في امكانيات بشريه موجوده لكن ما فيش امكانيات تجهيزيه، يبقى تنتقل الى مكان وهنا مكان ثاني فيه امكانيات مجهزه جيدا ما فيهوش امكانيات بشريه، يعني نستفيد من كل الطاقات اللي موجوده في المحافظه. ليه؟ في النهايه الهدف هو ايه؟ الحصول على رضا المواطن وتقديم خدمه صحيه بامكانيات حقيقيه موجوده للدوله، الدوله بتوفر كل الامكانيات لكن محتاجين نتكامل ونقدم الخدمه بقطع النظر من الجهه الاداريه. في الاخر كل هذه المنشات وكل هؤلاء العاملين وهم جنود للدوله، والمنشات دي في الاصل مملوكه للدوله المصريه. طيب احنا بنتكلم النهارده بالنسبه للجامعات والمصالح الحكوميه والوزارات امبارح وبدايه تطبيق منع دخول سواء طلبه او موظفين الى هذه الاماكن. امبارح دكتور خالد سياده الوزير اتكلم على كمان الامتحانات اللي جايه مش هيحضروها، ماذا يعني هذا الامر؟ يعني ان الدوله جاده جدا في الحفاظ على صحه مواطنيها، وانه صحه المواطن خط احمر، وانه لا ينبغي للتعريض صحه المواطن للخطر، وانه الناس بحاجه سواء صحيه او اجتماعيه او ماديه او نفسيه الى العوده. يعني سنتين من الكورونا الحقيقه كفايه قوي، وبالتالي عشان نصل الى التعافي الحقيقي لابد ان تكون هناك مناعه، والمناعه تتولد من خلال اللقاحات. احنا جادين جدا ملتزمين جدا والحمد لله، يعني يمكن حضرتك ما رصدتش او حد غيرك رصد اي نوع من انواع العقبات او المشاكل في اول يوم تطبيق، وبالتالي كل الايام الامور تسير بشكل جيد في التزام كبير بالقرار، وفي نفس الوقت ما فيش نسب غياب مرتفعه، ما فيش حاجه زياده عن المعدلات، مما يدل على ان احنا نجحنا كدوله في تلقيح اكبر عدد او اعداد كبيره جدا من العاملين في دواوين عام الوزارات في الجهاز الاداري للدوله في الجامعات وايضا في وزاره التربيه والتعليم. ازاي الناس اللي بتبقى بتتابع هذا الامر تتاكد انه هذه الشهاده صحيحه؟ يعني اقصد انه في وقت من الاوقات كان في حاجات زي ما نقول كده بعض الناس بيحصل تلاعب. يعني هو الحقيقه احنا عندنا كذا طريقه، الشهادات بتبقى ممهوره بخاتم الجهه وخاتم شعار الجمهوريه، وفي شهادات عليها الكيو ار كود، وفي الشهاده اللي موجوده على الابلكيشن هي مرتبطه اصلا بالكيو ار كود، لكن هو في النهايه احنا بنراهن برضو على انه ده انت التطعيم لمصلحه المواطن. صح. انت مش بتعمل حاجه. صح. ضد مصلحه المواطن. نعم. او ضد صحه المواطن. نعم. فهو خايف ومحتاج انه يدور، يعني ليه هتدور؟ ده المصلحه. نعم. ده امان ليك وامان لاسرتك وامان للمجتمع يعني. نعم. فطيب خلينا مره اخرى نروح النهارده الجامعات بالكامل، يعني اللي عندكم ان كل الجامعات حصل تطعيم ولا لسه ما زال في عمليات تطعيم مستمره في الجامعات؟ لا يعني احنا اقل النسب بنتكلم فوق ال 75%. اغلب الجامعات تخطت ال 95%. اغلب الجامعات. ايوه طيب. احنا بنتكلم هنا على جامعات حكوميه اهليه خاصه تكنولوجيه ومعاهد عليا ايضا.
طيب المصالح والجهات الحكومية، الجهاز الإداري للدولة، الجهاز الإداري احنا تخطينا 95% من فترة الحقيقة، يعني نعم من فترة يعني الحقيقة الجهاز الإداري، لأنه يمكن الجامعات عشان الطلبة كان احنا بدأنا الحملة في 1/9 وكانوا الطلبة لسه إما لم ينسقوا، يعني كان لسه الطلبة اللي داخلين سنة أولى لسه في مراحل التنسيق، فما كانوش راحوا الجامعات، كانت لسه نتيجة الثانوية العامة طالعة وداخلين مكاتب التنسيق، أو الطلبة اللي في السنوات الدراسية الثانية زي ثانية وثالثة ورابعة كانوا في أجازة. فمع بداية العام الدراسي واحنا ادينا مهلة في بداية العام الدراسي، بقى في تواجد للطلاب أكثر وبالتالي زادت معدلات التطعيم. فيمكن اللي أخر شوية إن احنا نصل بنسب عالية للطلبة هو وجود عطلة الدراسة والتنسيق والثانوية العامة، لكن الجهاز الإداري سواء أعضاء التدريس أو العاملين أو الجهاز الإداري في الدولة هي كانوا موجودين وكانت استجابتهم جيدة جدا، فانتهينا منهم بشكل سريع. بعض الدول دكتور حسام دلوقتي عملت إجراءات، منها النمسا اليومين اللي فات وهولندا النهارده زيها، انه اللي ما خدش تطعيم بيقعدوه في البيت ما بينزلش الا لظرف طارئ. هل ده تخوف للموجه الخامسه في اوروبا واستمرار الموجه الرابعه عندنا؟ يعني طبعا ارتفاع نسب الاصابات بيدفع الدول الى الحصول على الامان، والامان بيتم بالتلقيح، ويمكن لانه في اعداد ليست بالقليله في دول اوروبا ويمكن في امريكا ايضا وكندا مش حريصين على تلقي اللقاح، فالدوله بدات تتخذ اجراءات. وكان من فتره في اجتماع قريب او لقاء قريب للدكتور خالد عبد الغفار مع السفير الكندي، ذكر فيه انه ركوب القطارات، ركوب المواصلات العامه في كندا، دخول المطاعم، كل ده بيشترط فيها الحصول على اللقاح. فالدول بتتخذ اجراءات اكثر شده عندما يكون هناك تراخي في التلقيح، وده حق للدوله وحق للمجتمع الحقيقه. احنا الحمد لله الاجراءات اللي خدناها ليست على نفس المستوى من الشده، لكنها بتتصاعد برضو مع معدلات التلقيح، الحمد لله الاستجابات جيدة جدا، زي ما حضرتك شايف يمكن حجم الناس اللي أقبلت على التلقيح في الأماكن اللي إحنا بنروح فيها، يعني التغيير الاستراتيجية نحو إن إحنا نتحرك للمواطن نشوفه موجود فين ونطعمه، ده عامل استجابات قوية جدا وزيادة ملحوظة في أعداد المتلقين للقاح. المتابعة بتتكلم على أعداد الفترة القادمة طالعة ولا تبدأ تقل تدريجيا؟ يعني طبعا لا نستطيع ان نحكم، لكن هناك ارتفاع. على الاصابات انا فاهم يا فندم، احنا هناك ارتفاع، ما زال هناك في ارتفاع في الاعداد. هنوصل امتى لان هي الموجه عباره عن ارتفاع ثم ثبوت لفتره ثم بدايه في الانخفاض. احنا ما زلنا في مرحله الارتفاع، وده يخلينا اكثر حرصا على التلقيح، اكثر حرصا على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، استخدام الكمامات، التطهير المستمر، التباعد الاجتماعي، عدم الوجود في اماكن مزدحمه، التهويه الجيده، لانه احنا ما زلنا بنرتفع. فهي الحمد لله نسب الارتفاعات، ما عندناش قفزات سريعه في الاعداد، عندنا يعني نسب ارتفاع ليست كبيره لكن في ارتفاع، وده معناه ان احنا لسه في الموجه الرابعه ولم نصل الى ذروتها بعد. دكتور حسام عبد الغفار بشكرك شكرا جزيلا.